السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعنا غالي. مثل ما عودناكم بتغطية كل جديد في عالم السيارات، جديدنا لليوم بالتحديد من صالة التركي للسيارات بمكة المكرمة، نستعرض مع بعض أحدث سيارات الصانع الكوري كيا، بالتحديد K5 الجيل الجديد موديل 2021. راح نتكلم عن كافة مواصفاتها وميزاتها بشكل كامل. قبل ما نبدأ هذه التغطية أتمنى منك الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، بالإضافة أعطونا آراءكم وتقييمكم لشكل K5 الجديد بشكل كامل. قبل ما نبدأ تفصيلنا للسيارة خلونا نشوف بعض المميزات اللي انضافت لها في موديل 2021، واعتبر انها مواصفات ومميزات جدا جميلة. منها أكيد ميزة التشغيل عن بعد، انضافت عليها في موديل 2021 واعتبرها من افضل المميزات اللي موجودة في K5 لحد الحين. يعني تقدر تسخن السيارة مثلا وانت نازل من البيت ودك تسخن السيارة تشغلها وتشغل عن بعد وتسخن معك تقريبا 5 دقائق، بمجرد ما تفتح السيارة على طول السيارة تنطفي معك. في الواجهة الامامية الشبكة الامامية جاي كأنها حراشة سمك القرش بالتحديد. في الواجهة الامامية الشبكة الامامية جاي 3D، حساسات أمامية وخلفية، أنضافت لها بعض المواصفات بفئة السبورت اللي اليوم موجودة معنا بالتحديد، أو النصف بمعنى أصح، فيها بعض المواصفات اللي موجودة في هذه الدفعة غير عن الدفعة الأولى اللي نزلت أول دفعة لK5. فالدفعة الثانية فيها بعض المميزات بنذكرها بشكل كامل، فتحات للتهوية بالواجهة الأمامية، تطعيمات بيانو بلاك موجود على الشفايف من تحت بالتحديد، كشاف ضباب، الإضاءة كلها فل LED. بنستعرضها مع بعض. طبعا فيها فتحات لتبريد الفرامل بمعنى أصح موجودة، هذه نقرب حتى تكون واضحة معنا، هذه الفتحات تبريد الفرامل بشكل كامل، وإضاءات جاية كأنها 4 عدسات، طبعا العالي والواطي. الواطي بالنسبة للواطي أول عدستين، الثالث أكيد العالي، وهذه إضاءة LED موجودة بشكل كامل، جاية كأن دقات القلب، على شكل دقات القلب. أو بالجيل السابق أو بموديل كيا كادينزا كانت موجودة هذه الإضاءة بالتحديد، لكن كانت جاية على شكل حرف زد، فجاية هنا في كيا أوبتيما أو K5 جاية كأن دقات قلب، رسمة دقات القلب بمعنى أصح. جنوط كروم مقاس 18 إنش بهذه الفئة بالتحديد، وإشارات بالمرايات. طبعا ميزة المرايات في هذا الموديل جاية على الأبواب، هذه الميزة أكيد تقلل من الضجيج الداخل للسيارة وتساعد في انسيابية السيارة. على ذكر انسيابية السيارة، طبعا أبعاد K5 الجديدة صارت أطول وأعرض وأقل ارتفاع، وقاعدة العجلات صارت أكبر، هذه أكيد تزيد من ثبات السيارة في الخطوط وتقلل من ضجيج السيارة بشكل كبير. الأبعاد صارت أطول ب5 سنتي وصارت أعرض ب2.5، الارتفاع صار أقصر بمسافة 2 سنتي. هذه الأمور كلها مثل ما ذكرنا تساعد في انسيابية السيارة. خطوط جدا جميلة، تصميم جدا رايق. طبعا اشترك في هذا التصميم لK5 الجديدة 3 مراكز أبحاث لكيا في العالم، طبعا من دون ذكر اسماء المراكز بالتحديد، لكن تقريبا حسب ما قريت مركز موجود في امريكا ومركز موجود في اوروبا، وبالاضافة لمركز اللي موجود بكوريا. وهذه بالخلف بصمة GDI المحرك الجديد على كيا اوبتيما. طبعا بالسابق كانت تشترك محركات هيونداي وكيا، لكن الحين في هذا الجيل كيا اوبتيما اختلف بالتصميم المحرك بشكل كامل عن هيونداي الانترا، طبعا او المعذرة عن هيونداي سوناتا. هيونداي سوناتا محركها MBI، فكيا اوبتيما جاي محركها GDI حقم مباشر. التصميم الخلفي، مواصفاتها الخلفية جميلة، حساسات، ديفيوزر بالخلف، بصمة GDI. طبعا هذه الكاميرا خلفية متصلة بشاشة امامية بصمة K5. طبعا في بعض الدول لا زالت تسمى بالمسمى القديم اللي هي كيا اوبتيما، لكن عندنا في المملكة او في الخليج اتغير مسماها، وما زالت تسمية كيا اوبتيما موجودة في بعض الدول. خلونا نشوف المساحة الخلفية،
وهذه هي بشكل كامل مساحة K5 2021، مساحة جدا مناسبة. منافسات K5: تويوتا كامري، هونداي سوناتا، بالإضافة لي هوندا كورد، وشفرلي ماليبو، ونيسان ألتيما. هذول أكثر منافسات K5. بالخلف جاي هذا الجزء باللون الأسود بشكل كامل، بالإضافة طبعا التصميم هذا جاي جميل كأنه كوب سيدان. أساسا هي كوب سيدان، جاي تصميمه جميل. الانحناء اللي موجود على النوافذ الخلفية أو الانحناء اللي موجود على صندوق الأمتعة بالخلف، زعنفة بالخلف، سقف بانوراما بالكامل. طبعا التفاصيل جميلة، لون بيانو بلاك، اللون جميل جاي على السيارة، تفاصيلها كثيرة. طبعا بالخلف هذا الديفيوزر، جنب الديفيوزر فتحتين للعادم، لكن ما هي فتحات حقيقية، كلها ديكورات. طبعا فتحة العادم موجودة بالأسفل، طبعا بحكم انها محرك 2500 سي سي، لكن فتحة عادم واحدة هي لا أكثر. تختلف الجنوط حسب المواصفات، لكن مواصفات السمارت او مواصفات السبورت اللي موجوده معنا فهي 18 انش. طبعا اضاءة ترحيبية موجودة على الابواب بشكل كامل، هذه موجودة اضاءة ترحيبية، بالاضافة لدخول ذكي. هذا مفتاح K5، فتح واغلاق وفتح الشنطة، بالإضافة لتشغيل عن بعد. خلونا نفتحها لكم. طبعا حتى المفتاح نعم موجود من 2020، هذا المفتاح على أغلب سيارات كيا، تصميمه جاي جميل ورايق، موجود على كيا سيراتو نفس المفتاح هذا. التصميم الخلفي أو المقصورة الخلفية، فتحات للتهوية، بالإضافة لي تكاية بالوسط، وموجود فيها منفذ للشحن، منفذين شحن إذا عندك عيال ودهم يشحنون تاب، ودهم يشحنون حاجة بكل سهولة. وهذه مساحة تخزين موجودة بالخلف. خلونا نشوف التكاية اللي بالوسط، 5 أحزمة أمان. طبعا فئة الفل كامل، فيها أنظمة أمان وفيها أنظمة استشعار كثيرة بفئة الفل كامل، لكن ما هي موجودة معنا. على حسن حظ حبينا نشرح فئة النص فل، وتواجدت معنا اليوم بصالة التركي، قلنا نشرحها لكم على السريع. طبعا المزمس هنا في التخشيب جد خشن شوي، كروم الداخلي او المقابض الداخلية كروم، تصميم جاي بشكل جميل ورايق. طبعا لون بيانو بلاك، نوافذ كهربائية كاملة، هذا الجزء جلد، وهذا الجزء بعد جلد، وهذا بلاستيك صلب، لكن اغلب اجزائها الداخليه جلد. الابواب طبعا، خلونا قبل ما ندخل للمقصوره الداخليه خلونا نشوف اضاءه كيا اوبتيما بشكل كامل. في الواجهه الاماميه مثل ما ذكرنا في البدايه، جاية إضاءة LED على شكل أو رسمة نبضات القلب، وهذا العالي أو الواطي في العدستين، وهذا كشاف ضباب. طبعا هذه فليشرات، هذه فليشرات الجانبية، وهذه إشارات بالمرايات. مهتمين بكل التفاصيل، يعني حتى هذه الميزة حتى اهتموا فيها بشكل واضح، خلوها بشكل جميل باللون الأسود بيان بلاك. حتى هذا الجزء منتشر فيها أغلب تطعيمات بيان بلاك، منتشر في كيا 5. أذن، الله أكبر الله أكبر، هذا أذان. نبدأ تقييمنا لداخلية كي 5. قبل ما نتكلم عن كي 5، طبعا كي 5 في أسواقنا
نتكلم عن اسواقنا موجوده بمحركين، محرك 2000 سي سي ام بي اي ومحرك 2500 سي سي جي دي اي. في اسواق ثانيه اكيد متوفر منها محرك ثاني 1600 سي سي تيربو، وموجود منها محرك الاكبر اللي تقريبا 300 نيوتن متر والاحصنة فيها 250 حصان او 260 حصان، لكن ما هي متوفرة حاليا في اسواقنا، ما جات لسه او يمكن تتوفر في الايام الجاية. المهم انه فيها منها اربع طرازات، محرك 2000 سي سي ومحرك 1600 سي سي تيربو ومحرك 2500 سي سي مثل اللي اليوم موجود معنا جي دي اي ومحرك 2500 تيربو، الاحصنة فيها 260 حصان والعزم 300 نيوتن، لكن هذه مثل ما ذكرنا للأسف ما هي موجودة. أغلب مواصفاتها الداخلية طبعا ما شاء الله الشاشة جاية بجودة عالية واضحة، الكاميرا الخلفية جودتها جدا عالية، إذا حبيت تشغل الكاميرا من دون وضع الريوس بإمكانك بكل سهولة التحكم بإعدادات الشاشة. مواصفاتها بفئة بهذه الفئة جدا بسيطة بحكم إنها نصف ال هذه الميديا، رفع وتنزيل الصوت. طبعا الميزة هذه جميلة بعد، ميزة فتح بس باللمس من دون اي شيء، مرتاح مرة، امورك كلها بتأديها بس باللمس، حتى التكييف بدك تنزل او ترفع باللمس. تشغيل بالزر، خلونا نبدأ تفصيلنا لداخلية كيف هاي. نوافذ كهربائية، طبعا هذه الميزة التصميم هذا جاي بشكل جميل، التخشيب اللي موجود مثل ما ذكرنا جاي بملمس خشن شوي، موجود كروم على المقابض، فتحات ثلاثية جاي ثلاثية، بعد طبلون مع كونسولة وسط كأنه جاي جزء واحد بشكل كامل، اتمنى يكون واضح كذا، جاي كأنه جزء واحد. هذه تحكم بالشفتات موجودة خلف الدركسون او خلف عجلة القيادة، عجلة القيادة جاية جلد فيها ميزة التلسكوب، الرفع والانزال والضغط والاخراج كلها موجودة فيها، موجود في عجلة القيادة. تحكم بالبلوتوث، اوامر صوتية، تحكم بالميديا، تغيير القنوات، تحكم بعدد الرحلات، مثبت السرعة، كل هذه المواصفات موجودة. خلونا نشوف عدد الرحلات جاي باللغة العربية، طبعا في فئات الثانية جاية عدد الرحلات او الشاشة موجودة كاملة شاشة ديجيتال 12 انش، لكن بحكم ان هذه فئة النصف فشاشتها بسيطة. هذا التكييف تحكم به بالكامل لمس، المناخ منفصل ما بين السائق والراكب. خلونا نشوف هنا منفذ USB ومنفذ للشحن ومنفذ 12 فولت موجود، طبعا هذا المنفذ اكيد يعني تدعم ابل كار. خلونا نشوف كيف نشغل الابل كار، طبعا الابل كار يحتاج لاكيد وصلة USB. هذه الاعدادات بشكل كامل، اتوقع تدعم الابل كار لكن ماني متاكد، يا ليت كان عندي وصلة الشحن حتى نتاكد. بالعادة كل السيارات اللي ادخل فيها بوصلة الشحن اشبك شاحني، لكن هذه المرة على حظنا. طبعا بريك الكتروني، حساسات تطفي الحساسات تشغلها، هذه الكاميرا مثل ما ذكرنا في البداية، هذه الكاميرا وهذه اوتو هولد اللي هي اذا كنت واقف في اشارة او حاجة حبيت تريح المحرك السيارة شغالة فهذه الميزة تساعدك. كوب هولدر جاي عليه كروم، التحكم بوضعيات القيادة، هذه هي وضعيات القيادة بشكل كامل، سمارت الوضعية الذكية، ايكو وكومفورت وسبورت، هذه
هذه اختفت، هذه وضعيتك غير كاملة. درايف مود هذا التحكم في وضعية القيادة. هذه مساحة تخزين، حبيت تحط جوال، حبيت تحط أي شيء، فهذه تعتبر مساحة تخزين جدا مناسبة. وهذا الدرج بشكل كامل. نتكلم عن محرك اللي اليوم موجود معنا، محرك جي دي آي 4 اسطوانات 2500 سي سي، الأحصنة فيها 190 حصان والعزم 240 نيوتن. تفاصيلها جميلة جدا، مميزاتها كثيرة، سعرها 99,000 ريال غير شامل الضريبة. طبعا السعر هذا إن كان عليه خصم أو راح يكون عليه خصم، فزوروا صالة التركي للسيارات بمكة المكرمة بإذن الله بيعلمونكم إن كانت عليها خصومات أو لا. بالنهاية أتمنى التغطية نالت على إعجابكم، لا تنسون الاشتراك بالقناة ودعمنا بالإضافة باللايك، وأعطونا تقييمكم لكاي فايف بشكل كامل. ضمان كي فايف أكيد 5 سنوات أو 100,000 كيلو. ضمان هونداي وكيا بشكل عام. بحاول أرجع رويس حتى أثبت السيارة تكون في وجه في العرض، ونرفع البريك ونقول الحمد لله انتهينا من تفصيلنا لكي فايف بشكل كامل. دركسون جاي بشكل جميل، بشكل رايق. تصميم السيارة طبعا خلاصة الكلام، تصميم السيارة جاي تصميم رياضي، فيها نفس رياضي، الأحصنة فيها 190 غير عن الأعوام السابقة، غير عن التفاصيل القديمة بشكل كامل. تفاصيلها جميلة، حتى الأداء فيها رياضي. طبعا التحكم بغطى فتح الشنطة والتراكشن ورفع الإضاءة وتخفيضها. طبعا في فئات ثانية، فيها تحكم أكثر، فيها مواصفات أكثر من كذا بكثير، شاشات كثيرة وأنظمة استشعار. طبعا حتى فيها هذه فيها ميزة اللي هي حساس المطر، نسينا نذكر حساس المطر. طبعا هذا حساس المطر في هذه الوضعية أوتوماتيك، يكون أوتوماتيك. وحتى الإضاءة فيها وضعية الأوتوماتيك الأوتو والأوف. هذه التفاصيل ما ذكرناها. المحرك الجير 8 سرعات تبترونيك، 8 سرعات تبترونيك بمعنى أصح. جاية طبعا جاية بشكل جميل على شكل عصا الطائرة أو مقبض الطائرة، لكن لو كان مثل السونات الأزرار كان زاد الجمال فوق جمالها. في أمان الله.